السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلومني بعض الشياطين والمتفائلين من النظام على تطرقي للحالة الصحية لرئيس بوتفليقة التي تمنعه من الحكم وتجعله يفوضه لسلال ويساعد بوتفليقة لهؤلاء الأقزام، ويقولون إننا نحن الذين نتحدث في هذا الأمر. نكير جميل، لأن رئيس بوتفليقة تعب في حياته وكان يعمل ساعات طويلة، وهذا ما أوصله إلى هذا الحال. أجيبهم بهذا الفيديو القصير المعروف والذي سأذكر فيه معلومة خطيرة ستعرف لأول مرة ولا يعرفه إلا عدد بسيط من المحيطين ببوتفليقة. انظروا إلى بوتفليقة الآن في هذا الفيديو، ينصرف من المكتب الانتخابي بعد لحظات، يفكر في الانصراف دون أن يصوت، ثم يذكره الحاضرون بما فيهم المصورون بأنه لم يصوت. شوفوا الآن أين نسي الظرف الانتخابي، نسيه في البخدة الانتخابي داخل سلة المهملات. شوف سلة المهملات، يجيب الآن الظرف من سلة المهملات. طبعا الناس لا تعرف ربما سبب ذلك، السبب أنه لم ينم يعني مبكرا، وصحى ساعة فقط قبل الانتخاب، والسبب ذلك أنه كان مع إحدى عشيقاته وهي صحفية، لن أذكر اسمها حماية لها من بطش هذا الرجل، وربما سأذكره في المستقبل إذا سمحت الظروف، ولكن في الوقت الحالي لن أذكره، حماية فقط لها. يعني أنا لا أريد أن أتسبب في ضرر أحد. فرئيس بوتفليقة كما يظهر في هذا الفيديو لم يصوت، نسي الظرف الانتخابي في سلة المهملات، والسبب أنه لم ينم طويلا، نام لساعات قليلة وصحى ساعة قبل الانتخابات، لأنه كان مع إحدى عشيقته التي تصوره تقريبا بأقل قليلا من 40 سنة تصوره يعني. ثم يقال لنا إن هذا الرجل مات وعاش من أجل هذا الوطن، وكان يقضي كل ساعته من أجل خدمة هذا الوطن، وغدا عندما يموت سوف ينصب له تمثالا ويصفونه بأجمل الأوصاف. تحياتي لكم والسلام عليكم، وإلى لقاء قريب في فيديو آخر. محمد تبارك. لقد مشوني هاي 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 سيسترك. طلع كيت. أردت تأكيد سلوكي. أو تسيادة وجاك البول.